إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ومن اختيار الله عز وجل التفاضل بين الأزمان وبين الشهور والأيام، فقد منح الله جل وعلا ووهب أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي استودعه الله عز وجل جملة من العبادات وجملة من الطاعات، التي متى ما إن استثمرها العبد وتقرب إلى الله عز وجل كفر الله عز وجل عنه الذنوب والخطايا ورفع الله عز وجل من درجاته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فهذا اليوم أيها المسلمون هو لمعة الأيام، هذا اليوم هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي. هذا اليوم من تأمله وما فيه من عبادات يسيرة علم عظيم نعمة الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية. ولذلك عباد الله، ينبغي لكل مسلم أن يهتم لهذا اليوم اهتماما كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحثنا على اهتبال هذا اليوم واستغلال فرصته، لأنه يمثل فرصة عظيمة للإنسان يجدد فيها إيمانه ويترقى في معارج القبول عند الله عز وجل. ولذلك أذكر في خطبتي هذه مجموعة من الأحكام والسنن والآداب لهذا اليوم العظيم، منبها على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. من ذلك عباد الله، يسن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الصلاة عليه يوم الجمعة. ولا يخفاكم بأن يوم الجمعة يبدأ بغروب شمس يوم الخميس، فيستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون عدد معين، وإنما يكثر من ذلك، فإن الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك عباد الله، يستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فقد وردت في ذلك أحاديث في المسند والسنن ترتقي بمجموعها إلى الاحتجاج في مشروعية قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وأن من قرأها أضاء له نور، وكذلك هي سبب من أسباب مغفرة الذنوب بإذن الله جل وعلا. كذلك عباد الله، يحرص الإنسان على صلاة فجر يوم الجمعة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة عند الله جل وعلا صلاة الفجر جماعة، صلاة الفجر جماعة.
مع أن صلاة الجماعة واجبة على كل ذكر بالغ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على فجر يوم الجمعة ونبه على ذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنها أفضل الصلوات عند الله جل وعلا. كذلك عباد الله، من السنة القراءة في صلاة الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان. ولم يش والقصد أن قراءة هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر الدنيا والآخرة، ومن ذكر الجنة والنار، ومن ذكر أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، ومن ذكر مسائل كثيرة هي تمثل عظة وعبرة وتذكرة للإنسان، وليس المقصود منها السجدة كما يفهم بعض الناس. والسجدة في سورة السجدة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله، يشرع يوم الجمعة التبكير إلى صلاة الجمعة، فإن في التبكير فضل عظيم وثواب كبير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، يستمعون الذكر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم صلاة الجمعة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب وحرض وأرشد إلى التبكير إلى صلاة الجمعة حتى لا يضيع هذا الفرض، لأن من تأخر عنها لأن من تأخر عن الصلاة ربما ضيعها ويقع بعد ذلك في الإثم العظيم. أيضا أيها المسلمون، من السنة أيضا الاغتسال يوم الجمعة، وقد أوجب هذا بعض العلماء وجمهور العلماء على أنه سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ويغتسل الإنسان مثل غسل الجنابة، يعني الأفضل والأكمل في حقه أن يأتي بالوضوء أولا ثم يغتسل بعد ذلك ثانيا كما يغتسل للجنابة. هكذا أرشد إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا ينبغي للإنسان، بل يستحب له وهذا من السنن، أن يلبس أحسن ثيابه، وأحسن الثياب بالنسبة للرجال البياض إن كان الجو إن كان الإنسان يحتمل الجو، ولذلك أفضل الثياب البياض كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ويلبس بقية الثياب على أن تكون ثيابا جديدة طيبة يتزين فيها لهذه العبادة العظيمة. أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يمس الإنسان من طيب أهله ويأتي متطيبا إلى صلاة الجمعة. كذلك الأفضل والأكمل أن يأتي الإنسان إلى الجمعة ماشيا إن استطاع ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من أتى الجمعة ماشيا فكل خطوة يخطوها تعدل صيام وقيام سنة كاملة، وهذا فضل الله عز وجل آتاه هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا جاء الإنسان الجمعة فينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو كان الإمام على المنبر يخطب فإن السنة أن يصلي ركعتين، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس،
فقال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. كذلك عباد الله، ينبغي للإنسان إذا جاء يوم الجمعة وبعد أن صلى ركعتين أن يشتغل بطاعة الله وبعبادة الله، وأن يعلم بأنه ليس هناك سنة قبلية، سنة راتبة قبل الجمعة، وإنما سنة مطلقة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما شاء. وإنما السنة الراتبة هي بعد صلاة الجمعة تصلي ركعتين أو أربع ركعات، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد بأن يصلي المسلم بعد صلاة الجمعة أربع ركعات، تصلي أربع ركعات سواء في بيتك أو في المسجد، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عباد الله، من دخل المسجد ينبغي له أن يقترب من الإمام وأن يدنو منه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث المبكر إلى صلاة الجمعة أن يدنو من الإمام، قال ودنا من الإمام. وإن من المخالفات ما هو عليه بعض الناس يأتون الجمعة مبكرين، إلا أنهم يجلسون متأخرين في آخر المسجد، وهذا لا شك بأنه قد فوتوا على أنفسهم فضلا كبيرا وثوابا عظيما. كذلك عباد الله، يجب على الإنسان أن يستمع إلى خطبة الخطيب، فإذا قام الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه صح فقد لغى، ومعنى صح يعني أنكر عليه. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام أثناء خطبة الخطيب، أثناء خطبة الإمام لا يتكلم الإنسان في شيء من أمور الدين ولا من أمور الدنيا. واعلموا يا عباد الله أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي لله، يعني يدعو الله عز وجل، إلا استجاب الله تعالى دعاءه. وهذه الساعة أقرب الأقوال أنها في آخر وقت صلاة العصر، ولذلك كان كثير من السلف في يوم الجمعة يستغلون الوقت من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأن هذه الساعة ليست 60 دقيقة وإنما لحظة يسيرة وتمر مرورا عابرا، ولذلك يهتبلها الإنسان ويستغلها في الدعاء، وقد أخفاها الله عز وجل حتى تستغل هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحديث له تتمة، أرجئه إلى الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن أهم شيء في يوم الجمعة هي هذه الصلاة التي أمر الله جل وعلا بالسعي إليها، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه الصلاة التهاون في تركها أمر خطير، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالحذر الحذر من التساهل في صلاة الجمعة، فإنها من أفرض الفرائض وآكد الصلوات على الإطلاق. كذلك عباد الله، صلاة الجمعة تجب على كل ذكر بالغ، وأما النساء فلا يجب عليهن الصلاة، ومن صلت في بيتها فيجب عليها أن تصلي الظهر 4. وتلمسوا يا إخواني أحوال نسائكم في البيوت، فقد وردتني أسئلة تمثل مفاجآت بالنسبة لي، حيث إن بعض النساء
يصلين في البيوت ركعتين اعتقادا منهن أن صلاة الجمعة سواء في المساجد أو في البيوت تصلى ركعتين. تلمسوا وتنبهوا وفتشوا واسألوا من في البيوت، وعلموا نساءكم أن يصلين الظهر في البيوت 4 ركعات. أما إذا شهدت صلاة الجمعة في المسجد فإنها تصلي مع الإمام 2 ركعات. كذلك عباد الله، من الأخطاء ما عليه بعض الناس من التأخر عن صلاة الجمعة حتى يقف الخطيب على المنبر أو يأتي وقت صلاة الجمعة، وهذا لا شك أنه تساهل فاضح إلا إذا كان لعذر. فالناس ينبغي لهم أن يهتموا لهذه الصلاة، فمن تساهل في القدوم إلى صلاة الجمعة بالمجزوم أنه مع مرور الوقت سيتخلف عن صلاة الجمعة.